دايما بيسالوني انت فين، فسمعت كلام صحابي المقربين ليا قوي ووافقت ان انا اكون مع ابطال مملكه يوسف المغربي مع دكتور عادل الاعصر، اخراج دكتور عادل الاعصر والنجم الجميل مصطفى فهمي والنجمه انوشكا. ودخلت كمان مسلسل في نفس الوقت بنفس التوقيت معاهم في مسلسل الدخول في الممنوع مع احمد فلوكس وايمان العاصي ومجموعه جميله. بس برضو سبحان الله انا الوقت ده بجد كنت تحديدا من السبع سنين دول اللي فاتوا بشتغل على ورش المسرح الغنائي، لاني خريجه اكاديميه الفنون حاصله على دكتوراه في تخصص المسرح الغنائي، والحمد لله خدت فيها مرتبه الشرف الاولى ان انا مسرحت الصور الغنائيه السينمائيه على المسرح، وده كان شكل جديد جدا. حصلتي على الدكتوراه؟ من اكاديميه الفنون قسم الغناء، وعملت شغل الصور السينمائيه الغنائيه الصعب اللي حتى كان فيه حاجه للفنانه شويكار واللي هي قلبي غاوي خمس قارات، دي كانت من ضمن عينه البحث اللي انا بشتغل عليها. فلما جيت اشتغل عليها كلمت مدام شويكار نفسها، ولا كويس فكرتني، فقلت لها يا مدام شويكار انا بعزم حضرتك على ريستال دكتوراه، احنا بنعمل اول حاجه على المسرح ريستال دكتوراه ده، ايه العينه اللي انت بتشتغل فيها على البحث وبعدين بنتناقش بيناقشونا بعدها. فالعينه العملي دي مهمه جدا، فانا كانت فكرتي واخراجي واعدادي فعلا الموضوع كله الحمد لله الحمد لله. وبرده قدمت فيه شباب جداد، وكانت الحته دي يعني جوايا ان انا اقدم ناس جديده. وعملت الموسيقى لايف على المسرح وغنيت لايف على المسرح مش مسجل. فحتى كان دكتور احمد عبد الحليم الله يرحمه حاضر، المخرج العظيم اللي اشتغلت معاه برده مسرح، حضر. قلت له بص يا دكتور بقى، قلت له كده انا عارفه انا خايفه مرعوبه اول مره اخرج. تمام. انا بخرج، انا اخرجت بعد كده على فكره. فقلت له انا عارفه انك انت هتقول لي الاخراج، بص بقى. قال لي ايه يا منى ده انت هايله. ده هو جميل الله يرحمه. قلت له ربنا يكرمك بجد. قال لي انت عامله شغل هايل جدا، برافو يا منى وكملي. تمام. فعملت قلبي غاوي خمس قرارات بعدها. طبعا. بس عملت قلبي غاوي خمس قرارات، كلمت مدام شويكار قلت لها عشان تيجي رسالة، والنبي يا مدام شويكار ارجوكي تعالي. قالت لي انا بحبك قوي، انت بنت مجنونه، انت بنت مجنونه. قلت لها هتعملي الشخصيه دي؟ صعب جدا طبعا، نت مسرح صور غنائيه على المسرح مجهود كبير، صعبه. انت ما فيش مونتاج عندك، السينما غير المسرح، ده لازم مونتاج. فقلت لها، هي سالتني في ده، هي خبره بقى استاذه قمه. قالت لي ازاي هتعملي شخصيه اليابانيه وبعدين تعملي شخصيه الامريكانيه وكل شخصيه ازاي على المسرح والشعر كل شخصيه مختلفه عن الشخصيه اللي قبلها. هستعوض عن المونتاج، هستعوض عنهم بالاستعراض وبالتيم الموسيقيه من نفس تيم الالحان اللي موجوده، وهعمل شكل غنائي استعراضي جديد. تمام. والحمد لله وفقت وربنا كرمني. من ضمن الحاجه عينه البحث انا كنت عاملاها، وكنت بنادي دايما بالفنان الشامي، وربنا كرمني وعملت في خلال السبع سنين اللي فاتوا دول انا ودكتوره نجات علي استاذه حرفيه التمثيل كانت بتدينا والقاء، والاستاذه فاطمه بيومي المخرجه، وتامر عباس، ودكتور عاطف عوض كان شارك معانا، والاستاذ الجميل محمود صلاح، دكتور محمود صلاح، كلهم شاركوا معايا مش منيا لوحدها. تمام. وكان كوش جميل جدا الحمد لله. عملنا ورش جميله جدا، عملت ورش وعملت جمعيه حفاظ على المسرح الغنائي الحمد لله اسستها. تمام. ومن خلالها ندوات وشعبه المبدعين العرب دكتور ابراهيم عم بذكري برضو عملت عنده شعبه على المسرح الغنائي. بص انا كل خرم كنت بجري ارمي فيه كلمه مسرح غنائي، وان انا مسرح غنائي. الموسيقار بليغ حمدي كان بيعشق المسرح الغنائي، قال لي انا اتفتحت لي ميزانيه من الدوله عشان اعيد المسرح الغنائي مره ثانيه، قد ايه المسرح الغنائي جميل. وبعدين طبعا. انا بحاول ان انا اقول لهم مش الامكانيات اللي بتبعدنا عن المسرح الغنائي، ما اي مسرحيه فيها امكانيات كتيره، لا اصل امكانياته غاليه، اقول لهم لا. طب اصل الاصوات اللي بتغني، طب وايه يعني ما نجيب اصوات وتتدرب وجميع القوالب الغنائيه، يعني عندك مثلا اللي بيغني طرب، اللي بيغني جماعي، اللي بيغني ترايو، بيغني دويتو، كل القوالب الغنائيه موجود. ريستاتيف، الريستاتيف ده بالمناسبه اللي هو بام بام برم، عيني بترف وراسي بتلف، ويطرد قول يا نور العين، بسترب جنب ريستاتيف ده موجود على مسرح غناء. مسرح غناء لما يجي لما تيجي في حاجه زي عائله راتب، لما تيجي تقدم حاجه مثلا زي اوبريت ايام العز، ايام العز كانت بتخبط كده وتاخده وتقول له تعالى، عائله راتب بتحبه بقى، تقفل عليه الباب وتقول له محدش هيخرجك، بس اثار بطريقه غنائيه جميله بجمل لحنيه جميله، وهو رد بريستاتيف قالت له ايه؟ ادي الحيطان وادي البيبان، قفلتهم لك يعني، انا افرجك مين يخرجك،
وريني بقى فين الزواغ. عايز يزوغ ما فيش. قال لها لا والله قفلت على الغلبان ووقعته جت في مرستان. حقا عرفت تفلفص كنت اسمك عنتر عنتر واكون متغندر وحرمه انت تسيطر. ايه القصد؟ قدامك حلين. عايزه بالعافيه احبها يا تحبني يا اقلع لك عين. لا يا نهار اسود لا دي مرغوبه ولا دي مرغوبه الاثنين. بص الاداء جميل. بص الاداء جميل. وفي الاخر نضخ قالت له تتعطي يلا وتركع اوام وبص رجليا. بص الجمل اللي احنا بص الاداء الغنائي التمثيل. انت في الدراما خلاص وحشتينا بقى خلاص من ساعه الدور بتاع. لا انا عايزه اقول لك المفاجاه اللي انا حابه ان انا اقدمها ان شاء الله. انا كلموني اتنين منتجين سيناريست. اتنين سيناريست سالوني عن قصه انا ما كنتش عارفه ان القصه دي اللي انا بقولها تلقائيه عاديه ومشاعر حقيقيه انها هتعلق مع كل الناس كده. وانا مش عايزه اقول لك التفاعل قد ايه على ازاي حبيب حياتي خطيبك ازاي ما اتجوزتوش ازاي انت بتحبي الحب ده كله ازاي بتدوري عليه ازاي الكلام ده. احنا قالوا لي احنا عايزين نفهم منك التفاعل. هما الاثنين ده على حده وده على حده. هي قصه غريبه. عايزين فعلا نعمل القصه دي. انا على فكره عايزين القصه بتاعها. وانا اللي امثلها. قلت لهم وانا قلت لهم على فكره جم قلت لهم انا بجري على الغنائي. قالوا لي هنعملها لك ميوزيكال. قلت لهم معاك. فهي دي برضو مفاجاه من المفاجات. طيب بقولها لك. طيب عايزين نعرف بقى ايه حكايه حبيبك اللي انت كنت بتدوري عليه بقالك سنين. حكايه هل الموضوع ده الموضوع ده حقيقي فعلا؟ اكيد انا هدور عليه كده يعني انا بحلم يعني. طب ايه الحكايه بقى قولي لي الحكايه. ما فيش. هو الحمد لله احنا اتخطبنا لبعض حوالي 3 سنين. هو حد كان اب وحبيب وانسان جميل وهو اصلا كان متجوز واب فكان محتوي منيا. خطبنا حوالي 3 سنين. 3 سنين قبل ما اتجوز ابو ولادي ممدوح يوسف. يعني من حوالي قد ايه كده اتخطبتوا بقى؟ اتخطبت له قبل الحاج متولي بحوالي مثلا 7 سنين 6 سنين. كان عندك 20 سنة ولا حاجة؟ لا انت عايز تعرف سني. بص كنت صغيرة. لا كنت لا كنت حاجة وعشرين سنة. كانتش عندي 20 سنة. 23 22 لما احنا الاثنين اتخطبنا. بعدها على طول بسنة لما يعني احنا قعدنا 3 سنين مع بعض. وبعدين لما ما حصلش نصيب سنة وشوية بدور عليه لحد ما اتجوزت ابو ولادي. ايه سبب الانفصال؟ ليه سبتوا بعض في وقتها؟ يعني على حد حكايه الحب الفظيعه اللي احنا كنا نسيب بعض. احنا كنا انا كنت شايفه بني ادم غريب كل شويه عماله اروح حفلات واغني ولا ايه هو قاعد. لا طبعا عربي. كان عربي عشان كده هو كان عنده حكايه انه يتجوز تاني والاهل موافقين ومراته كلمتني واولاده ايوه ومخلف ومامته يا حبيبتي كلمتني الله يرحمها بقى دلوقتي الله يرحمها. فكان عايز يخلف تاني بيتجوز يخلف تاني. انا لما عملت حادثه الموت اللي انا تعرضت لها في طريق الصحراوي كنت رايحه علشان كان في عرض بطوله مسرحيه كان مرشحني فيها الاستاذ سيد راضي. قبل الحاج متولي مخطوبين. يعني اثناء الخطوبه. اثناء الخطوبه كان بقى تقريبا داخله في السنه الثانيه ان هو مخطوبين وداخله في الثالثه كمان. انك كنت داخله في الثالثه كمان. فهو كان دايما يقنعني. انا اقنعك تقنعيني وبيحب يسمعني ويروح لي حفلات ويشتري كل التذاكر ولا مدير اعمال يكلمني بيساعدك ايه ده والتذاكر يعملوا تاني تذاكر. عندي حفله فلاي سبورت الحفله متقفله تقفيله غريبه ومفيش اماكن والحفله عمالين التذاكر اتباعت في وقت بسيط جدا. واعرف بعدين ان هو ازاي كان بيساعدك على الغنى وعلى التمثيل وكان رافض فكره التمثيل. كنت بقول لنفسي بقى ايه كنت بقول هو بيعمل كده علشان يشوفني انا في الاخر. هو بص بقى انا كنت بقول ايه عشان هو بيحبني كان اكتر كمان. بقول لنفسي خليكي يا بنت ذكيه انت لا تقنعيه هو بيحبك تمام. وكنت مستصغره نفسي جنبه لان هو كان كبير عني بحاجه وعشرين سنه كبير. فبتدلع بقى حاجه وعشرين سنه 26 25 لا فرق كبير وما يبانش عليه. ما كانش يبان عليه. كان قمر. كان قمر والله ما يبان عليه ولا كنت اصلا باصه للسن. كفايه الاحتواء والحب الحقيقي اللي كان موجود. خليك كل حاجه والامي والابويا والاخوات وعايشه في خير لحد النهارده وولادي عايشين من خير لحد النهارده. والله العظيم ما بكذب. صريحه انت قوي. يستاهل صدقني يستاهل. لما عملت الحادثه بقى
هو طبعا عايز يخلف، فانا قلت بس انا كسر ظهري وحادثه جامده جدا ومش لاقين لي دكاتره يوافقوا يعملوها، كله خايف وحبل الشوكي هيتقطع، دي هتتشل، دي شلل هيبس. يعني كان موضوع صعب قوي 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 قوي. بس ما حدش سمع الحادثه دي، يعني الحادثه دي بقى لا اسكندريه بس. الحادثه دي كانت حوالي، يعني انا ابو ولادي ابني الكبير دلوقتي 21 سنه، وتقريبا قبل الحاج متولي بسنه من جوزاه يبقى كام سنه؟ 22 24 سنه تقريبا، 25 سنه تقريبا، 24 حاجه كده يعني تقريبا. وفي الحقيقه يعني انا لما حصلت الحادثه دي انا قلت هو اكيد هيسيبني، كنت واثقه انه هيسيبني واحد عايز يخلف. وقف جنبك في الوقت ده؟ لا اللي وقف جنبي دي شويه كان تحت رجلي، مش بقلل منه، كان تحت رجلي، كان راجل راجل وكان بيشيلني وبيبكي عليا ودموعه بشوف دموعه انا، وكانوا التمريض كلهم يقولوا دي مش هتمشي على رجليها وما يقوليش، لانه كانوا واثقين وانا فعلا ما كنتش ماشي على رجلي. انا قعدت حوالي شهرين في المستشفى على السرير مش بيقوموني، خايفين بعد حتى العمليه ما اتعملت، ومحدش عايز يعمل العمليه، جاب لي الدكاتره من بره وما يعني ما سابنيش شرايح، ما سابنيش، اتركبت وخلاص دي مش هتخلف، وعارف على فكره وقال انا عايزها كده. دخلت لي مديره التمريض قالت لي ده كلهم بيقولوا ان انت مش هتمشي وما تزعليش ومش عارفه ايه. فطبعا انا على فكره انا ساعتها عيطت بس انا ما نهرتش ورضيت، بس كنت متضايقه عشان قلت ده اكيد هيسيبني. لما لقيته كده مسكت فيه اكتر جوايا، مسكت جوايا وقلت جمله جوايا والله، قلت على فكره انا هتجوزه خلاص، ولا فن ولا اي حاجه، استقرار والحياه وزوجه وام زي ما هو عايز، والله العظيم يعلم ربنا. وبالفعل نزلت وحاول ان هو يمشيني ومشينا، واحنا ماشيين قال لي كلمه، قال لي خلاص، وهي برضو كلمته صارمه، واوعي ترجع، كلمته صارمه، شوف صبر 3 سنين وبيحضر حفلاتي والافراح، يحاول ان هو يشوف لي ايه لحد الاخر، واحسن ستايل كان ستايلست ده بالنسبه له، كان بيجيب ناس تجيب لي اللبس احسن لبس وكل الكلام ده كله من بره، وكان كوش ليا قوي جدا. تمام. لما بص الاقي ان انا وانا خلاص ماشيه ومروحين من المستشفى واخدين طريق الصحراء، اللي بقى لي الطريق الصحراء كان بالنسبه لي انا كنت جات لي فوبيا شويه غصب عني، الحادثه انا كنت مش ناسياها، عربيه قلبت بيا 3 مرات، اتقلبت 3 مرات وعلى ظهري دب على ظهري، وكنت واعيه. الغريبه اني كنت واعيه وربنا وقف لي ولاد حلال. كل الناس بقى في اسكندريه وتلفزيون اسكندريه شافوا ايه؟ شافوا عربية؟ قالوا دي عربية منى، ولا في حاجة متولي بقى، احترامي الحمد لله كان ربنا ممتعني بحب الناس برضو وبشهرة كويسة في بلدي كويسة جدا، احمد ربنا. قال لي خلاص، وقالها لي بجد بقى، انا بقى فاكرة لسه انا بتدلع، بس هو ازاي تعب يعني، هو تعب يعني، بس ما قالش، هو صبور قوي. طيب بعد ما تعافيتي من الحادثة؟ قبل ما تعافى بقى قول الغباء، قبل ما والعند الغباء والعند. اولا الدكتور كان منعني اصلا اتحرك كده واعمل كده وحاجات كتير قوي. تمام. فروحت مكلمه مدير اعمالي، قال لي لا وبلاش، قلت له لا. فكلمت اكبر امبريزاريو عندنا، اكبر متعهد عندنا في اسكندريه، قلت له انا جاهزه انزل، هو قال لي اول ما تجهزي قولي، لان طبعا كمان كان في حاجه تانية، شوف حب الناس، كل الناس في اسكندريه كانوا مستنيين، كنا في رمضان بقى عايزين، جه عليا رمضان حفلات رمضانيه عايزين يشوفوا منى، بيشوفوني على طول بيحبوني، فكان عايزين في الحمد لله. والله ولحد دلوقتي لما بنزل الحمد لله. الحمد لله. فكانوا عايزين يشوفوا مونيا، حتى لما كنت بغني وماشيه انا لابسه فلات والحزام الحديد حوالين جسمي كله. أيوة. وجي الستايلست ساعتها عمل لي فستان مخصوص، وقفت على الستيج مش قادره اقول لك، انا واقفه بس عشان اقول له انا وقفت على رجليا وبغني وبسيب الغنى عشانك وبسيب الفن عشانك. انا كان بقول لي اعمل لك فيلم طيب وعودي، يقول له ما ينفعش، قلت له اعمل لك فيلم انا هضحك عليك. كنت بتوصلي له رساله معينه، بس للاسف بقى الرساله كانت تين فيما غلط. فهمها غلط ولا جت متاخر؟ لو فهمها غلط وبدليل ان هو كمان، هو طبعا هو قادر جدا على انه يمسك نفسه سنه وشويه. تمام. سنه وشويه بدور عليه، مش اول مره كنت ادور عليه، سنه وشويه. وبعدين قابلت ناس كثيره شفتها في حياتي، بس هو جوه قلبي مش عارفه اعمل ايه. وبعدين ماما الله يرحمه خلاص انا بقى ما ينفعش لازم اتجوز، والدكتور قال لي حاولي تتجوزي وما ينفعش كده، مش الخلفه كده مش هتعرفي تخلفي تمام. فخلاص بقى عايزه اتجوز بقى. اتجوزتي بقى بعد ما وقفت على رجليك وبعد ما رجعت ثاني بس كنت بدور عليه لجمهورك قد ايه؟
جوزتي بعد تقريبا سنة وشوي ما لحقتش. اه بس كنت بدور عليه في السنة وشوي دول ما عرفتش ادور عليه خالص يعني عارف يقفل ما عرفتش. رحت له بلده كمان على فكرة. هو من ليبيا كان وقتها ما فيش طيران. كان وقتها ما فيش طيران ما عرفتش وصل له خالص. تمام. وخدت معايا مدير اعمالي ودورنا عليه وبعدين نصيب بقى. بعدين اتجوزت منتج من بحوث. تمام. كيكة طويلة قوي. كل ده في 20 سنة؟ لا مش 20 خالص يعني حاجة 20 سنة تقريبا كده 26 سنة. عدم ظهورك بقى على الشاشة هل ده كان مثلا عدم الطلب لمخانونة مونيا او لا 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 مفيش اوراق مثلا تناسب مفيش دور مناسب؟ لا انا قلت لحضرتك لا لا خالص بالعكس. بعدين حتى بزعل لما الناس تقعد تقول شيل الجيه اشتغلوا مع بعض. انا عايز اسالك سؤال. انت دلوقتي راجل صحفي واعلامي لما تيجي تشتغل وتشتغل مع فريق تشتغل معاهم لو حد انت ما بتقدرش تشتغل معاه ومضايقك او ايه الكيمياء زي ما بيقول مش جاي بتكمل تشتغل معاه؟ لا. فانا بزعل قوي زي ما وبقول زي ما بيقول دكتور اشرف زكي دايما يا جماعه الموضوع مش فلان يشغل فلان ولا وسايط. لا في بوش في ان حد يسندك جميل انما انت لازم تسعى على نفسك وده كلام دكتور اشرف زكي لنا كلنا. صحيح. تمام. وانت يا حبيبي اللي ده يحبك وده يحبك انا مش هفرض عليك وبيرشح ناس كتيره. انا ما فيش حاجه اسمها ان انا ما حدش مثلا مفكرني ولا لا بالعكس. مين اصدقائك من الفن بيسالوا عليك؟ بص هقول لك لحد دلوقتي انا عندي عفاف رشاد. تمام. صاحبتي واختي وحبيبتي فين وفين لما اشوف مثلا انتصار احسن. احنا فين وفين لما بنشوف بعض. فين وفين لما اشوف نرمين الفقي. فين وفين غاده كلمتها قريب. غاده عبد الرازق سمية الخشاب فاهمني ازاي رانيا يوسف كل ده جيلك. جيلك. بس رانيا يوسف تقريبا جيل. انا مش ده اكبر مش اكبر جيلي. اكبر انا اصغر هم اكبر زمايل. انا اكبر هم زمايلي وحبايبي واصحابي هيفضلوا ان شاء الله ان شاء الله. طيب امتى بقى وجهتي لانك تكملي مسيرتك الفنيه بانك تعملي او تشكلي فريق غنائي؟ ده في دماغي بعد ما عملت رساله الدكتوراه بالظبط. تمام. لقيت لما ولاد لسه جداد واحنا نبقى معاكي وبتاع اتبسطت قوي بيهم. قعدت ادربهم في الغنى وادربهم في التمثيل والحركه على المسرح ويقفوا ازاي وكل الكلام ده فاتبسطت قوي بيهم. ابتديت من الوقت ده ان انا اقول لنفسي جميل الموضوع. بس كان ساعتها التمثيل واخدني جدا وبرده دماغي بتفكر في المسرح الغنائي. عايزه اعمل مسرح غنائي. الكسر اللي في ظهري ده منعني كتير. انا مش قادره الاستعراض اللي انا نفسي كنت اعمله. انا وتعبت اكتر على فكره على الفتره حتى الفتره الاخيره الكسر اللي في ظهري بيزيد مثلا انحناء عشان كده تلاقيني ما بقدرش انا افرد ظهري قوي حتى في الحجم متولى. كنت برضه دايما يقول لي مونيا افردي ظهري مونيا اعملي ظهرك. ما كنتش بقعد اقول لهم انا عامله حادثه على فكره اقول له معلش مش واخده بالي. ما بقدرش ظهري مش مستحمل يعني. تمام. والحمد لله ده ستر ربنا كبير ورحمته جميل الحمد لله. سمينا حاجه بقى كده حلوه صوتك الجميل يعني. بس وانا لسه برضو بقول ان انا مسيطر عليا حاجه كده اللي انا بحب اقولها الورده. فيلم ليا دنيا كان هو جوزها وحبيبها وحياتها ودنيتها وكانت خايفة ليموت ومات على فكرة برضه. تمام. فكانت بتقول له وكان إحساسها جميل قوي. طب الأول حاسة بيها قوي قبل ما تغني أنت بعد بقى إيه يعني رحلة إنك بتدوري ورحلة البحث على حبيبك لقيتيه؟ الحمد لله اطمنت هو فين. لقيتي مكانه يعني؟ أكيد عرفت مكانه وعزيت ولاده بعد ما ربنا قواني وهو في مكان جميل وانا بقول هو ملاك ربنا على الارض وهو في احلى مكان ويستاهل. بين اولاده اكيد طبعا بس لما عرفت انه توفى تواصلت معاه لما عرفت ما كنتش عارف. بيرحبوا لما بتكلميهم ولا طبعا وراقيين جدا وجمال جدا ربنا يصبرهم ويقويهم وهم مبسوطين برضو لانه في مكان حلو. الفراق بس اللي بيبقى صعب. صحيح. صعب قوي. يلا سمعيني ايه هقول له. حبيبي خليك معايا
خليك معايا حكايتنا أجمل حكاية أجمل حكاية حبيبي خليك معايا خليك معايا حكايتنا أجمل حكاية أجمل حكاية حبيبي حبيبي فاتت سنين وإحنا لسه كأننا في البداية على كتف مين راح ميل براسي وانعس أنا ومين حيسمع غنايا غنايا حبيبي خليك معايا معايا هتفضل معايا بجد. شكرا فنانتنا الجميله منى، شكرا ليك ورب تكوني في احسن حال وفي احسن صحه وترجعي متقنه تاني بادوارك الجميله والمميزه وبصوتك الرائع. شكرا ليك. شكرا متابعينا موقع جريده الطريق في كل مكان. ده كان لقاءنا مع فنانتنا المميزه والجميله منيا بعد يعني اختفاء كان طال مدته حوالي اكثر من 20 عاما. طبعا رجع تاني ان شاء الله بامر الله بقوه وترجع تمتعنا بادوار مميزه وبحفلات غنائيه بصوتها الرائع. شكرا لكم والى اللقاء في بث مباشر جديد.